المصنع عندنا مسؤول عن إنتاج الأمصال عامة، منها أمصال التعبان والعقرب والحياة ومصل التيتانوس الوقائي والعلاجي. إحنا موجودين جوه المبنى. المبنى عندنا مزود بمحطة مية قدرتها عالية على إنتاج المية طبقا لمشترطات التصنيع الجيد اللي بتوصي بيها منظمة الصحة العالمية وجميع المراجع الدولية اللي بتحكمنا في الصناعة بتاعتنا. دلوقتي المحطة عندنا السعة بتاعتها بإنتاج 5000 لتر مية مقطرة للحقن في الساعة. عندنا نظام تكييف مركزي بيحقق اشتراطات التصنيع الجيد المطلوبة لإنتاج منتجات الأمصال، وعندنا نظام BMS System اللي هو بيحكم كل الأنظمة دي كلها، وبنتحقق إن كل حاجة ماشية طبقا للدساتير والمراجع الدولية. احنا الامصال بتاعتنا بننتجها محليا من الالف الى الياء، منتج محلي، امصال ضد التعبان والعقرب والحياة والتيتانوس. الامصال دي ليها اهمية كبيرة جدا لان هي امصال منقذة لحياة الفرد اللي بيصاب ب لدغ التعبان أو لسع العقرب. المنتج بتاعنا بيتم إنتاجه بداية من استلام البلازما الخام من قطاع إنتاج البلازما بحلوان. بنقوم بعملية التصنيع. التصنيع بيبدأ بحاجة اسمها تركيز البلازما الخام، وبعد كده بندخل تنقية. التنقية دي على 3 مراحل عشان نتأكد إن تمت التنقية بالشكل السليم ولضمان جودة المنتج اللي بيبقى طالع للناس. بعد كده بندخل عملية خلط المنتج في شكله النهائي وعمل ترشيح عقيم له علشان يبقى منتج استرايل طبقا لمتطلبات التصنيع الجيد. بعد بالتأكد من جودة وسلامة وصلاحية المنتج بيدخل على التعبية. التعبية هنا مرحلتين، بيدخل على مكنة غسيل الفايلات، وبعد غسل الفايلات بندخل على مكنة التعبية يتعبى ويتحط له الفاينل كابينج اللي هو الألومنيوم كابينج اللي بيضمن ان المنتج معقم 100%. بعد كده بيروح لمرحلة الفحص البصري، وبيبقى في عندنا فريق مدرب لعملية الفحص البصري ده، وبيتم عليه مراجعة دورية للتأكد ان كل فرد بيقوم بمهمته طبقا لاشتراطات التصنيع الجيد. بعد كده بيروح للرقابة، معامل الرقابة، علشان يتعمل له التحاليل المطلوبة له، وبيتم طرحه في الأسواق فور صدور شهادة الصلاحية الخاصة بكل منتج.